זוודי תליהו. الله معكم. بخبروا عن فيكتور هيغو الأديب والشاعر والروائي الفرنسي. بيوم من الأيام قصدوا صديقه يلي كان كتير تعبان من الحياة ومن مشاكلها. بعد ساعات من الحوار فيكتور هيغو بيقول لصديقه حتى تفهم الحياة لازم تزور ثلاث أماكن، المستشفى والحبس والمدافن. بالمستشفى بتكتشف أنه الصحة أهم شيء بالحياة، بالحبس بتتعلم أنه الحرية شيء كتير غالي، والمدافن بتعلمك قيمة الحياة. صدقني بعد هالزيارات لتلاتي بتصير تفهم حالك، تفهم الناس، تفهم الحياة بحلاوتها ومرارتها. زوادي بتقلي وبتقلك الصحة والحرية هن عطيتين من عطايا الرب، لازم نحافظ عليهم، لأنه إذا خسرناهن بتصير الحياة صعبة. والله معكم.